أنا بالنسبة لي أهم لقطة كانت الاتصال الهاتفي مع الأهل. كان آخر اتصال من الأرض للأرض خلينا نقول، فكنت مرة متحمسة، لكن كان في مشكلة في الاتصال في أول واحد، فما ضبط الاتصال الأول، فقلت إن شاء الله يعني مريم وعلي حاولوا يلاقوا طريقة عشان على الأقل أسمع صوت أهلي زي كذا. الحمد لله الاتصال الثاني ضبط، فزي ما يقول علي أنت ما تسمعهم هم إيش يقولوا، لكن تحس كذا في أصواتهم إنه الحماس، إنه ربنا يوفقك، وترى أنتوا حترفعوا راية المملكة. كان مع مين الاتصال؟ كانوا مجموعين الأهل، ماما وبابا وأخواني وأخواتي وأزواجهم، يعني كانوا كلهم موجودين، وكان الاتصال عن طريق هذا الاتصال اللي كان قبل الانطلاق، يعني من الأرض للأرض، غير الفيديو اللي طلع اللي كان فيه اتصالك ورسالتك. صحيح، لأنه آخر فقرة قبل ما ندخل الكبسولة في عندهم هاتف، هذا الهاتف استعملوه من يمكن 60 سنة، هو نفس الهاتف، حتى أزراره غريبة كده تمسكه كده، المهم إحساسه كده غريب قديم، واضح إنه يمكن أول هاتف اخترعه. فهذا كان يعني كل رائد فضاء حيدخل على مركبته الفضائية لازم يجري الاتصال هذا من ضمن البروتوكولات اللي موجودة. قبل ما نكمل خلينا نشوف هذا الفيديو ونكمل، خلونا نشوف. الله يسلمك حبيبي، كل عام وانت بخير، ترجعي بالسلامه ان شاء الله. نحبك كثير يا ليون، انتبهي على نفسك، نشوفك على خير ان شاء الله. ربنا يوفقك ان شاء الله، انت وزميل وكلكم ان شاء الله. رب احبك يا ريوني. يلا انتبهي نفسك وهدي كده وركزي كويس يا ريون. هذا الاتصال طبعا يعرض لأول مرة، احنا نعرضه حصري لبرنامج يا هلا، المكالمة الأخيرة مثل ما سمتها ريانة من الأرض للأرض، واللي كانت مع عائلتها قبل الانطلاق. وكل التحية والشكر حقيقة لريانة وللأساتذة في الهيئة السعودية، عفوا في الوكالة السعودية للفضاء.